طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع بي بي سي، ترامب يمنع دخول أم يمنية إلى أمريكا لرؤية طفلها الذي يحتضر. ومن صحيفة الأيام، نازحو لحج يسكنون القصور التاريخية في المدينة. ومن أخبارنا المنوعة، مشاهدة فيلم كرتوني شهريا عقوبة صياد جائر في سجن أمريكي. السلام عليكم ورحمة الله. قالت صحيفة يمنية شاركت في تغطية أو قالت صحفية يمنية شاركت في المشاورات اليمنية في السويد إنها كانت مستغربة من تفاعل فرحة الصحفيين الأجانب حين تم الاتفاق حول إطلاق الأسرى، لكن الصحفيين اليمنيين لم يحفلوا بذلك التفاعل، فهم يعرفون أن أي اتفاق طرفه ميليشيا الحوثي لن يكون ناجحا. وقد صدقت تلك المخاوف، فالميليشيا ما زالت تحاكم المعتقلين وتستبعد الإفراج عنهم. فوفقا لصحوة نت، الحوثيون يحاكمون 25 مختطفا بتهم كيدية في الوقت الذي ينتظر فيه الإفراج عنهم. وقال المحامي عبد الرحمن برمان إن ميليشيا الحوثي قررت وبدون موعد مسبق عقد جلسة لمحاكمة 25 مختطفا، بينهم 13 مختطفا كانت النيابة قد أحالتهم سابقا للمحاكمة. وأضاف برمان، تم إحالة المختطفين للمحاكمة بعد أن قضوا من سنتين إلى 3 سنوات في الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب. وأشار إلى أنه في الوقت الذي كانت أسر المختطفين تنتظر الإفراج عنهم وفقا لاتفاقية السويد، فقد تم إحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تمهيدا لمحاكمتهم. إلى موقع مأرب بريس، والذي عنون في صفحته الرئيسية حول ما تم الاتفاق عليه في السويد، وعنون الموقع: ميليشيا الحوثي تتمرد على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وتقصف أحياء المدينة بالمدفعية. فقال الموقع إن ميليشيات الحوثي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بعد أقل من ساعة من بدء سريانه. وأكد الموقع أن الميليشيات خرقت الهدنة منذ بدء دخولها حيز التنفيذ وقصفت بالمدفعية مواقع وسط مدينة الحديدة. وكان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى قد دخل حيز التنفيذ منذ منتصف ليلة الاثنين، والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويد. وأصدرت المحكمة أوامر بإيقاف إطلاق النار في المناطق التي جاءت في اتفاق السويد، وهي محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى. وكان مصدر أممي قد أوضح أن تأجيل بدء وقف إطلاق النار الذي كان مقررا فور إعلان اتفاق السويد الخميس الماضي جاء لأسباب مرتبطة بالعمليات، فيما كشف مسؤول حكومي عن عدم تشكيل اللجنة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق ويقودها ضابط أممي. عن مفاوضات السويد واهتمام العالم بالحرب في اليمن دون الاهتمام باليمن ذاته، كتبت نجلاء العمري مقالا تنشره بالقيس وأضافت في فقرات من المقال: كل العالم يرقب مفاوضات السويد، التقى الفرقاء، تحدثوا وضحكوا وأكلوا مع بعضهم البعض، ثم قاموا بالتقاط الصور كأصدقاء قدامى. كل ذلك النفاق لا حاجة لنا به إلا لنرضي العيون الطيبة في كل أنحاء العالم والتي تقدم لنا الوهم على أطباقها الذهبية. تحدثوا وتوصلوا إلى حلول، 4 سنوات من الحرب واجدرار الوهم، والعالم يدس أنفه في أمورنا ليبدو طيبا بقدر المستطاع. الجميع يلتف على الحقيقة، والحقيقة كلمة مطاطة طالما استطاع أي طرف أن يثبت عكس ذلك. الحرب في اليمن ستتوقف فقط إذا توقفت السعودية عن ضرب اليمن، والسعودية هي الكلمة السحرية التي تجذب كل أسماك القرش إليها. الدماء التي تسيل تزيد تلك الأسماك هيجانا وجنونا، ونحن سقطنا في الفخ، بلد فقير ومضطرب، وميليشيا قادمة من الكهوف، وتاريخ مشوه ومتوحش. كل ذلك لا يعني العالم في شيء، اليمن فقير منذ أمد طويل، والميليشيا لها أسماء عديدة يمكن تزيين وجهها بها كلما سنحت الفرص،
وكلما كانت لها فائدة ما. أما اليمن فكثيرا ما عاش حالات اضطراب طويلة، لا يهم العالم كل ذلك، همه تلك الأموال التي تتدفق من السعودية، أو تصفية حسابات ما، أو الحصول على مكاسب سياسية. الجائع في اليمن غير مهم، ملايين الجوعى في العالم، من يهتم لهم؟ المسرحية أمام العالم يجب أن تكتمل. الحرب مستمرة على الأرض لأن ثمة ميزانا مختلا، لا يهم. الاختطافات والتعذيب مستمران، لا يهم. عصابة تستولي على دولة وتختطف شعبا، لا يهم. المهم أن يعبر الطيبون عن رغبتهم في إيجاد حل، وإن كان ضد الضحية. في لحج توجد العديد من المعالم التاريخية التي تعد شاهدة على زمن ازدهرت فيه الثقافة والسياسة والأدب وغيرها من المجالات، لكنها اليوم لم تعد كذلك نتيجة تعرضها للإهمال والتخريب، ولم تجد الاهتمام للحفاظ عليها. ومنها قصر دار الحجر، أو ما كان يطلق عليه قصر السلطان العبدلي، وتعنون صحيفة الأيام: القصور العبدلية بلحج من الإهمال إلى الانهيار. وتفيد الصحيفة أن القصور العبدلية بحوطة لحج كانت خلال العقود الماضية قبلة الزوار لقصر دار الحجر الذي أدرجته شركات السياحة ضمن برامجها السياحية، لكن هذا الوضع انتهى ولم يظل على ما هو عليه، وتحول قصر الحجر وغيره من القصور العبدلية إلى مساكن لمواطنين ومبنى للإذاعة وفروع لبعض الاتحادات الإبداعية. وأزدادت حالة تدهور القصور حدة بعد حرب 2015، حيث زاد عدد الساكنين فيها وبخاصة من النازحين الذين تهدمت منازلهم وتضررت جراء الحرب، ولم تضع السلطات المحلية حلولا لهم. النازحين الذين سكنوا القصر لم يكتفوا بذلك، بل أنهم وفقا للصحيفة أو صحيفة الأيام قاموا بالبناء والإضافات العشوائية، حيث قام الساكنون بعملية البناء بمواد حديثة لبعض مواقع في القصر شوهت منظره، وقام آخرون بعملية البناء بمحاذاته ليزيد ذلك من تشويه هذا المنظر الجمالي. تخلص الصحيفة إلى القول إن وضع القصور العبدلية في حالة يرثى لها، وتحتاج إلى تحرك رسمي وشعبي لإعادة الاعتبار لها، حتى لا نجد خلال العقود القادمة شيئا نحدث به الأجيال القادمة عن تلك المعالم والمواقع التاريخية سوى تقديم الاعتذار. صحيفة أخبار اليوم التي أكدت القائمون عليها توقف إصداراتها مع بداية العام القادم، نشرت تقريرا حول ما تعرضت له من أضرار وخسائر إثر إحراق مطابعها في عدن، وعنونت الصحيفة: محكمة صيرة تصدر أمر تنفيذ اختياري للمحكوم عليه مجلس الوزراء. قالت في التفاصيل إن محكمة صيرة الابتدائية أصدرت أمرها إلى مجلس الوزراء المحكوم عليه بناء على حكم محكمة الصحافة والمطبوعات، وينص الحكم على تعويض مؤسسة الشموع التي تصدر عنها أخبار اليوم بمبلغ قدره 250 مليون ريال، كما يتحمل مجلس الوزراء أتعاب التقاضي المقدرة بنصف مليون ريال. ما وراء محطة ستوكهولم للسلام في اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب نبيل البكري مقاله في العربي الجديد مضيفا: الغريب أن وثيقة الاتفاق التي لم يوقع عليها أحد خرج كل طرف يفسرها بما يخدم رؤيته، فالشرعية تقول إن الميليشيا الانقلابية هي التي ستسلم الميناء والمدينة، وأن قوات للحكومة الشرعية هي التي ستدير المدينة، فيما يقول الطرف الانقلابي إن قوات الحكومة هي التي ستنسحب وتسلم مواقعها للسلطات المحلية في المدينة، والتي كانت تدير المدينة قبيل الانقلاب في سبتمبر أيلول 2014. الجانب الآخر هو أن الجانب الحكومي يقول إن دور الأمم المتحدة إشرافي فقط، فيما الأمم المتحدة ومبعوثها يتحدثان عن قوات حفظ سلام وتعيين جنرال هولندي قائداً لقواتها التي سترسل إلى اليمن للرقابة على وقف إطلاق النار في المدينة. وبعيداً عن كل هذه الجدلية، الملاحظ أن مشاورات السويد التي بذلت فيها جهود كبيرة لجمع الانقلابيين بالشرعية ومورست في أثنائها ضغوط كبيرة على الشرعية، لم يكن من أهدافها السلام في اليمن مطلقاً، بقدر ما كانت تهدف إلى تموضعات جديدة فيما يتعلق بإدارة الحرب والأزمة بطريقة تضمن عدم خسران ميليشيا الانقلاب المعركة
بطريقة تضمن عدم خسران ميليشيا الانقلاب المعركة والحرب في اليمن وبقائها بمثابة ورقة توازن للقوى الدولية وإيران في المنطقة وتحديداً اليمن. وانطلاقاً من هذه الحقيقة رأينا كيف تم تجاهل كل القضايا الأخرى المطروحة للنقاش والمتعلقة مباشرة بحياة ملايين الناس الذين تبكي عليهم الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، ومنهم سكان مدينة تعز المحاصرون منذ أكثر من 4 سنوات من القصف والحصار، وقضية العالقين في الداخل والخارج جراء إغلاق المطارات، عدا عن الملف الاقتصادي الذي يعتبر من صلب القضية الإنسانية مثل الرواتب وانهيار العملة الذي يهدد حياة كل اليمنيين. قال أقارب والدة الطفل اليمني عبد الله حسن إن السلطات الأمريكية رفضت منحها تأشيرة دخول لرؤية طفلها الذي يحتضر في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، وعنونت شبكة البي بي سي: واشنطن تمنع سيدة يمنية من زيارة طفلها المحتضر في مستشفى أمريكي. أوضحت الأسرة أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطني عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة من السكان بينها اليمن تسبب في رفض السلطات منح السيدة تأشيرة دخول لزيارة نجلها. ويعاني الطفل عبد الله حسن من حالة صحية متردية بسبب ولادته بمرض في المخ، ويقول الأطباء في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا أنه لا يمكن أن ينجو من المرض. وأكدت أسرة الطفل أن والدته تتمنى أن ترى طفلها لمرة أخيرة قبل أن ينزع الأطباء أجهزة دعم الحياة الموصلة بجسده، والتي بمجرد نزعها ستعلن وفاته. وقال والد الطفل إن الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مواطني عدد من دول الشرق الأوسط وهو السبب في رفض تأشيرة الدخول، وتسعى شيماء صويلح والدة الطفل للحصول على استثناء من الخارجية الأمريكية بشكل عاجل لرؤية طفلها. وأوضح والد الطفل أن الطفل سيموت غالبا لو حاولوا نقله إلى العاصمة المصرية القاهرة التي تعيش فيها والدته. تؤكد صحيفة فرنسية أن القتال العنيف لم يتوقف الحديدة رغم الهدنة، ويقول تقرير لصحيفة لوبون الفرنسية ترجمة لقناة بلقيس إن القتال استمر في الأيام الأخيرة على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الفائت في السويد الذي يحدد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا. وقال مسؤول أممي أن وقف إطلاق النار سيطبق أخيرا من الثلاثاء في منتصف ليل الاثنين في فرنسا. أوضح اختبار هذا التاريخ لأسباب تشغيلية اختيار هذا التاريخ لأسباب تشغيلية، لكن الصحيفة عادت لتقول لم يتوقف القتال بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين في مدينة الحديدة ومديرياتها منذ إبرام الاتفاق السويدي يوم الخميس. وبموجب شروط الاتفاق الذي أعلنت عنها الأمم المتحدة يجب أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الفور في هذه المدينة الخاضعة للمتمردين والتي شكلت الساحة الرئيسية للمعارك لعدة أشهر، كما تم التخطيط لسحب المقاتلين خلال الأيام القادمة. زيارة الرئيس السوداني عمر البشير دمشق هي أول خطوة تطبيع من رئيس دولة عربية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ بدء الثورة السورية. هكذا بدأ بشير البكر مقاله في صحيفة العربي الجديد مضيفا في فقرات المقال: سيرة البشير ليست عاطرة إلى حد يمكن أن نستغرب زيارته دمشق في هذا الوقت، فهو يمكن أن يفرط بأي شيء إلا كرسي الحكم ويقدم على أي فعل طالما أنه يخدم بقاءه في السلطة، وتعودنا على ذلك من متابعة مساره الطويل على انقلاباته الكثيرة التي يحكمها هدف واحد هو تجديد عمره في السلطة. فهو منذ شارك في انقلاب عام 1989 ضد حكم ديمقراطي منتخب ينتقل من طور إلى آخر عن طريق تثبيت نفسه، ولذا أطاح أولا بحليفه الذي هندس الانقلاب الشيخ حسن الترابي ونكل به. هناك من استخف بزيارة البشير إلى بشار وتعامل معها باستهجان شديد،
كون السودان بلداً خارج المعادلة والحسابات السورية، ولم يسبق له أن انخرط فيها، ثم أن رئيسه رجل مطلوب للقضاء الدولي. وعلى الرغم من هذه الاعتبارات، الزيارة على درجة عالية من الخطورة، وما أقدم عليه البشير على ضالة تأثيره في القضية السورية مرشح لأن يشكل سابقة ويفتح الطريق لغيره، وهذا يكفي، فهو غير مطلوب منه أن ينتشل الأسد من وضعه المزري، فهذه مهمة لها من يتكفل بها في موسكو وطهران وتل أبيب والرياض. المطلوب من البشير أن يجعل من زيارة الأسد أمراً عادياً في عيون الآخرين. ومن هنا فإن ذهاب البشير إلى دمشق ليس نزوة من نزواته الكثيرة، وإنما جاء ضمن سياق سياسي، ومن يقف وراءه قام بدراسته جيداً. وربما استغرب بعضهم أن تكون هناك صلة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزيارة البشير المفاجئة إلى دمشق، لكن التطورات في الوضع العربي باتت مرشحة لكثير من هذا النمط من الانتكاسات والمهازل منذ أن أصبحت الرياض وأبو ظبي تقودان القاطرة السياسية. في الأخبار المنوعة نطالع في صحيفة القدس العربي والتي عنونت: مشاهدة فيلم كرتون شهرياً عقوبة صياد جائر في سجن أمريكي، حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حكماً صدر بحق صياد من ميزوري يتمثل بمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة بامبي مرة كل شهر أثناء قضاء عقوبته بالسجن لأكثر من عام لدوره في قتل مئات من الغزلان. وحكم على ديفيد جونيور بالسجن لمدة 15 شهراً بعد اعترافه بممارسة الصيد على نحو غير قانوني في الحياة البرية، فيما وصفته إدارة الحفاظ على البيئة في ولاية ميزوري بأنها واحدة من أكبر قضايا الصيد الجائر للغزلان في تاريخ الولاية. وحكم القاضي على الرجل بمشاهدة فيلم بامبي الكلاسيكي من إنتاج والت ديزني لعام 1924، و يروي الفيلم قصة غزالة صغيرة فقدت أمها بسبب الصيادين الجائرين، وذلك مرة كل شهر خلال فترة حبسه. وتقول سلطات ميزوري أنه من المعتقد أو من المتوقع أن ديفيد جونيور وأسرته مسؤولون عن قتل مئات الغزلان على مدى 3 سنوات. الأحداث الأسبوعية كما روتها عدسات المصورين من مختلف أنحاء العالم نتابعها في جولتنا المصورة من صحيفة الغارديان البريطانية. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.